مرحبا. وبيك اكثر عايش كينو؟ لاباس الحمد لله. ساعة دي الحمد لله. عرفنا عليك. ما تعرفت انا بس نشكي بضعف الماديه للجميع. الدنيا غاليه ياسر وزيد ثم مواد ما مش موجوده، ما فهمتش ثم يعلم الله تدريج، ما فهمتش ناس سمساره، ما فهمتش حاجه كيفاش. اللي تسمع يقول لك بابور جاي بتاع سكر، بعد السكر بالعرق. تسمع يقول لك بابور بتاع جاي بتاع حليب، تسمع الحليب بالعرق. تسمع مواد غذائيه كل صفة عامة بالعرق. تخرج الترانسبور بالتعب. أي حاجة في تونس تعب. ما فهمتش علاش السؤال كيفاش ما نقودوش بلادنا بحقيقة وما نخدموش بنصيحة. فهمتش علاش تمشي باش تاخد بق حليب تلقى عطار يقول لك 6 يغورت. أنا ما عنديش أولاد ياكلوا يغورت، أنا حاشي بق حليب يقول لك قلت العطار وفرض عليك أنك تاخذ معاه يغورت. في كل بلاصة مش عليا أنا ناسيونال باسبارتو ناسيونال. مش في حومتي انا بركه، الكل في في تونس الكبرى، الكل في ولايات الريف، الكل يجي يقول لك تاخذ معاه ياغورت. يلزم تاخذ من عندنا ب 100,000، هو ما عندوش 100,000. هو كي يسلم من عند الاقارب تولي مشاكل عائليه. انت تجي تسلف عائلتك تعطيهم مرشانه باش تعاونهم ولا باش للضرر ولا ماديه امور بتاع واحد تولي مشاكل. خلي عطار كل وقت توس كل متراك بعد مشاكل. انا بصراحه تامه مش عاجبني الوضع. انا نوصل نقرا في بنزرت، ناخذ الفاك من الكارت باب العسل. ناخذ تروزيام فاكولتي في بنزرت في الزردور. تحكي على قبل. اي قبل في عهد بن علي. نروح خير من تو تسكن في من الولايه للولايه. كيفاش؟ زيد فسر لنا. ما فهمتش علاش جي تلقى الدنيا مسكره، تلقى ما تلقى بوتياج مسكر، ما ثماش تسريح، ما ثماش الدنيا معنا كلها تعبه. تجي انت باش تخدم مصالحك توصل الروتال. تجي باش تخدم توصل الروتال، علاش؟ معنا بكلها تونس تو متركبه. ما فهمتش عليها كيفاش. مركبه ما 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 تجي يا رسول الله وصلنا بقى حليب نتعاركوا عليه، الصفطة الخبز بالعرق بقيت بالعرق، علاش هكا؟ تعبنا بصراحة. أنا نفسيا مخي تعب. أنا أنش أخذت قسمة مخي تعب. كل ما فيها كنكور كنا كنكور نتاع زمان نتاع مستار ولا نتاع حاجة توصل. وبيك وحليب لازم كنكور؟ لا لازم بستة ياغورت تقعد يخزر لك ويثبت فيك ويلزم اللي يقضي واحد بخمسين ولا ياخذ ستة ياغورت. يا يعني ولادي اقل واحد باش تخرج مهندسه تو مازال العام هذا تكون مهندس منين باش ياخذ لك؟ واش عاد بيه بشكل ولا شايب؟ معنى حكم استغلال. حكم استغلال انا نقولها بصراحه تامه. ناسيونال باسبارتو ناسيونال استغلال. علاش ما نعودوش في الواقع؟ علاش ما نعاونوش بعضنا؟ علاش ما نقودوش بعضنا بنفس مومنا حنان وكرمه كما كنا؟ كنا قبل جيعان ما يقعدش شي. انا ما فهمتش والله، انا فهمت كيفاش ما فهمتش. انا اصل ما فهمت هاشي بدايه ونهايه، ما فهمت هاشي الحق، ما فهمت هاشي علاش ما فهمت هاشي. جيت حللها ويقول لك نحكيو اليوم مع التجار يقول لك ما فماش. المشكل يقول لك ما فماش التجار، والاخر يعدي فيها بابور جاي ما داخل الجزائر بعث لنا السكر والحليب والزيت. وين هو يقول لك ما ثمناش. وتعاركوا على بق حليب، تعاركوا على كيلو سكر، تمشي يقول لك ما ثمناش. ونرجعوا اللي عنده دكانه صغيره، اقل دكانه حتى كشك، لا اخويا ما نبيعلكش الحليب، يلزم بالقضيه ب 100 دينار، 6 ياغورت، عليه. ختامها مسك وكا هو، ربي سهل. نحكيو على الاسوام. انه مثلا حاره العظام وصلت 16% حاره العظام و 15%، وكل حد يحكم وحده، حك راسه يحكم وحده، يبيع ويشري وحده. تصوري انت مربطه نتاع المعدنوس كانت ب 100 فرنك قبل، الحد هو اكبر منك ما انا شيء. فين على قبل شوي؟ قبل كانت تهزي 10 فرنك في الحلفوين في ساحه ولدي هذايا، ها؟ يبدا العرق يجري معاه. ياخذ بها خضر الكل والغله، وياخذ بها دجاجه بيضاء، ولا ياخذ بها كيلو حوز هذا شوري ولا سكالوف. اليوم ما يجيبوا لكش كيلو سردينه،
كيلو سردين الكل عايشين بها القطاطس في وقت قبل ما يجيبوهوش تو. تحكي زاد على المشاكل انه التونسي اليوم يتسلف برشا وهذا يخلق له مشكله. يخلق له مشكله الفلوس ده. الفلوس هذا المشاكل الفلوس. تكبر النفوس تعمل مشاكل الفلوس. توا التونسي تراهم ترى التوانسه الكل يعيشوا بالسلف. بالكريدي. بالكريدي موجود الكريدي والسلف وموجود الروج والدخلات اما حاجه. البشر زاد حاجه هذاك لازم ينصر الحق سبحان ربي خلق الشاك يكساك قال الحق نور البشر يمشي على قيمته انت مسوارك 4 ملايين انا مسواري الزملاء يمشي على كل الزملاء انا مسواري 500000 يمشي على 500000 ثم مسوارها 400000 يمشي على 400000 ثم عبد تغلط هذيك غلطه عباره بشر يسوق والفروج مترجل وهو زاوز وخرج ايمن حرق روح هذيك موجوده كيفاش ترى الحل للوضعيه هذه باش نخرجوا منها؟ الحل الوضعيه يلزمها كل حد ينصح وكل حد يكون مقنوع وكل جرسيس يملى قلبه بربي يوري السلعه ويبيع للناس بطاق محدود بواحد ما قلناش لا كل واحد يخدم في خدمه ياكل منها مواد رزق يعيش منها ما قلناش لا كل حد ودولابه كل حد والغايه نتاعو كل حد والسيستم نتاعو كي زاد على العطارة اللي يفرض عليك اللي غور فما شكون زاد يقول العطارة الحليب يعطيه بالوجوه السكر يعطيه بالوجوه الزيت يعطيه بالوجوه هذاك ما يهمنيش فيه بالوجوه من الوجوه ثم حاجة واضحة علاه يحكم عليا الوجوه كيفاش يجب تقضي من عندي 100000 هو ما عندوش 100000 رب يعني لازم قيمة كبيرة يقضي منها يقضي قيمة كبيرة واللي يحكم عليها اش يعمل له بقى حليب يكلفه ولا بستة يغور يولي بقى حليب يتكلف ب 5000 تخص بالقضية ما تجيش ما تجيش هذه حتى امور انسانيه ما تجيش في بالك انت الموم الموم الرحمه نحن الرحمه نسيناها خرجنا على السكه يا رسول الله علاش ما نشاهدوش نحن يلزم الموم الموم الرحمه اش بينا قبل تمشي تقضي البانار وصلت انا هاني مازلت موجود مازلت نسعى ناخذ البانار ب 11100 ب 12100 من الحلفاويل باب الجزيره اليوم البانار ولا غلو اللحم قبل كلمة الختام شنو تطلب بالضبط؟ نطلب ان شاء الله ربي يهدينا وان شاء الله نتلهو ببلادنا ونتمنى كل حد يقود بلاده بنصيحه ونتمنى حتى اللي يبيع ويشري يكون مرحم شويه ويكون حنين وكريم يا رسول الله.